بصفتك في الخبرة القانونية والدستورية، هل تعتقد أنه سوف تتم الاستجابة للدعوات المنادية باستبعاد المتهمين بقضايا فساد، استبعادهم من الانتخابات؟ يعني نرى هناك يعني خطوات جيدة بهذا الاتجاه، لكنها لا تزال دون الطموح، يعني من عملية استبعاد للفاسدين أو الذين يعني ثبتت إدانتهم قضائيا بقضايا فساد أو هدر للمال العام أو إلى ما شاكل ذلك من هذه الجرائم والمخالفات. لكن لا تزال الدولة العراقية تحتاج إلى مزيد من الجهد في سبيل تعزيز ثقة الناخب بالعملية الانتخابية. هذه كلها تصب في عملية تعزيز ثقة الناخب بالممارسة الانتخابية. أما إذا يعني كانت هناك استثناءات وكانت هناك اتفاقات مبطنة أو التفاف على النصوص القانونية والقرارات القضائية، فهنا نكون قد أضعفنا من ثقة الناخب يعني بعملية الانتخابات، لا سيما هو يعيش إحباط منذ سنوات والعملية الانتخابية عليها ملاحظات كثيرة كما يعني هو معروف، والناس فقدت يعني ثقة إلى حد كبير بهذه الممارسة. لذلك عملية إبعاد الفاسدين أو استبعاد الفاسدين والمتورطين بهدر المال العام و يعني بدماء العراقيين، هذه كلها أمور حقيقة مهمة جدا في ترويج القناعة وفي تسويق القناعة. نعم أستاذ مصطفى، ألا تعتقد إلى الجمهور؟ نعم، ألا تعتقد أن المال والسلاح يقفان حجر عثرة أمام حرية القضاء في العراق وتنفيذه بأفضل صوره؟ بكل تأكيد هذا عائق يعني كبير ويعني لا يمكن أن نستبعده أو نتجاهله في حسابات يعني الظرف العام والمناخ العام في العراق. لذلك إذا لم يتم ضبط هذين الأمرين فتكون العملية كسابقاتها من العمليات الأخرى، وتكون إرادة الناخب مصادرة مسبقا، وبالتالي يكون الناخب يعني محبط ولا يعني يتشجع أصلا إلى أن يخوض مثل هذه الممارسة الديمقراطية التي يعني نعم. اليوم نحن أمام قناعات كبيرة بأنه لا تغيير يكون إلا عبر الصندوق. نعم. لكن إذا كان هذا الصندوق سيما وإذا كان هنالك تطاول على الدستور وتكرار في التطاول على الدستور كما حدث في مواقف ماضية كما يقول المراقبون. كنت معنا الخبير القانوني والدستوري الأستاذ مصطفى العاني، شكرا لك.